بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هناك ميزانين في أي حضارة. إذا كان هذين أو هذان الميزانان قائمان فإن هذه الحضارة تبقى مستمرة وتتطور وتزدهر. إذا اختل أحد هذين الميزانين سوف تنهار هذه الحضارة. العلم والعدل، العلم والعدل. دائما العلم هو الذي يؤدي بك إلى التطور، إلى النهضة الحضارية والفكرية والتكنولوجية إلى آخره، والعدل هو الذي يضبط لك الأمور لتبقى مستقرا. فإذا اختل العلم وساد الجهل تنهار هذه الحضارة. إذا اختل ميزان العدل وانتشر الظلم والفساد أيضا تنهار ولو كان العلم قائما. إذا لابد من قيام هذين العمودين. الحقيقة أحببت اليوم أن أبث إليكم خاطرة، يعني حول أول كلمة وآخر كلمة نزلت من القرآن. طبعا دائما أول كلمة في أي كتاب لها معاني وآخر كلمة أيضا. بماذا بدأ الله رسالة الإسلام؟ ما هي أول كلمة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنها كلمة لها علاقة بالعلم. ما هي آخر كلمة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلمة لها علاقة بالعدل، العلم والعدل. سبحان الله، كأن الله يريد أن يقول لك أن هذا القرآن متوازن، وأنه يقوم على العلم والعدل، فحياتك ينبغي أن تقوم على العلم والعدل. أول كلمة نزلت أيها الأحبة هي اقرأ، والقراءة هي مفتاح العلم، بدون قراءة لا تستطيع أن تتعلم شيئا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول نص نزل من القرآن فيه إعجاز علمي أيها الأحبة. خلق الإنسان من علق، هذا الجنين الصغير الذي هو عبارة عن نطفة أمشاج، نطفة ملقحة أو بويضة ملقحة بالنطفة. هذه الكتلة من الخلايا إذا لم تتمكن من التعلق بجدار الرحم سوف يفشل الحمل، لن يكون هناك إنسان أصلا، لن يكون هناك جنين. فأخطر مرحلة من مراحل الجنين هي مرحلة العلقة، وسميت بالعلقة أو العلق لأنها هذه العلقة تتعلق بجدار الرحم لتتغذى عليه، ويبدأ الجنين بالنمو لأنها تكون كتلة من الخلايا فقط. إذن في أول نص نزل من القرآن هناك علم وإعجاز علمي. آخر نص أو آخر آية نزلت من القرآن في سورة البقرة، واتقوا يوما. انظر أيها الأحبة، انظروا معي. أول نص نزل يأخذك باتجاه العلم، باتجاه الخلق، الدنيا. آخر آية نزلت واتقوا يوما، تأخذك باتجاه الآخرة، لأن هذا القرآن هو كتاب للدنيا وللآخرة. وقلنا إن كلمة الدنيا وردت في القرآن 115 مرة، كلمة الآخرة وردت في القرآن 115 مرة، نفس العدد، توازن. فآخر آية نزلت من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آخر كلمة ختمت بها هذه الرسالة القرآنية، لا يظلمون. يعني ماذا يعني؟ العدل. إذن القرآن بدأ بالعلم وانتهى بالعدل، ليقول لك إن هذا الدين قائم على العلم والعدل. فإذا تمسكت بهذا الدين لابد أن تصل إلى العلم وإلى العدل معا.
وإذا تركت هذا الدين لن تحصل على العلم ولا على العدل. حتى العلم الذي ستحصل عليه هو علم وهمي لن يغني عنك من الله شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن ينفعنا بعلوم القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.